مرتد هجومي، ثلاثة ديال اللاعبين ضد ثلاثة ديال اللاعبين، إمكانية ديال التمرير، تمريرة فرصة جول عبد الهادي حلحول، الكرة في الشباك. 30 دقيقة من العذاب، 30 دقيقة من المحاولات، 30 دقيقة من الإلحاح، آخر المطاف آخر المطاف جاءت الكرة على الطاير على الطاير، كرة يتمكن من خلالها عبد الهادي حلحول من وضع الكرة في الشباك بشكل ممتاز. المصاوي النمر الأصفر السابق الذي يلعب بقمصان برتقالية، تمريرة تمريرة على الطاير ويركن الكرة في الشباك. هذه صعبة صعبة يا عبد الرحمن يا حواصلي، شفت الطريقة ديال التمرير والتصويبة المباشرة، هدف في المرمى، هدف في المقاس بالمقاس من خيرة اللاعبين، تفكير وتنفيذ في نفس الآن في نفس التوقيت.